بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وملوك الصلاة. النادي الاهلي متعود على البطولات، لكن انك ازاي تصنع ناشئ يبقى عنده اساسيات اللعبة في نفس الوقت يجيب بطولة، هنا منطقة صعبة للغاية على اي مدير فني. وانك ازاي تعمل البالانس والتوازن انك تلعب بطريقة مميزة وفي نفس الوقت تحصد البطولة، كل هذه الأمور هنعرفها النهاردة من ملوك الصلاة، فرقة 18 سنة رجال كرة السلة في النادي الأهلي. ونبتدي بالكابتن علي هاشم. مساء الخير يا كابتن، ومنورنا وألف مبروك على البطولات الكبيرة. الله يبارك فيك يا محمد، ربنا يخليك، متشكر قوي. يعني دايما كده معودنا على البطولات والإنجازات، بس حاجة جميلة يعني كل ما نشوف الحاجات دي احنا بنفرح، جمهورنا الأهلي بيفرح بالحاجات دي قوي. ربنا يخليك، متشكر قوي، ربنا يخليك يا محمد. وهنبدأ بالنجوم الصاعدين الواعدين. هبدأ بالكابتن زياد أسامة. مساء الخير يا أبو الكابتن. مساء النور، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. صوت إن صلاح جاب جول؟ جدا. النهارده صلاح أحرز هدف وعمل أسيست، وليفربول كسب 4 أهداف مقابل لا شيء، ويعتقد إن هاري كين أحرز هدف، مش عارف بقى أكمل ولا لا. إن شاء الله صلاح يكون عداه بفارق كبير. إن شاء الله. مبسوط بصلاح يا زياد صح؟ طبعا، يعني فخر المصري كلها وقدوة. ومبسوط بقى بالحاجات الحلوه اللي انتوا جبتوها لنا السنه دي؟ اه جدا، يعني عشان هي جت بعد تعب كتير وشغل بعد سنه طويله يعني، بس الحمد لله خدنا بيها حاجه كفايه كده اللي في السماء اللي شايفينها على اوجر. ايضا الكابتن ادم خيري. مساء الخير يا ابو الكابتن. مساء الخير يا ابو، اخبارك ايه؟ الحمد لله. علي صوتك كده، انت راجل بطل. والكابتن عمرو علاء. مساء الخير يا ابو الكابتن. مساء النور، اخبارك ايه؟ كله تمام. الف مبروك على الكاس والبطوله. هم كام كاس؟ 2. 2؟ انهي بقى واني؟ جمهوريه ومنطقه. جمهوريه، واني كانت اصعب؟ الجمهوريه كانت اصعب. اه كان عليها ضغط كبير عشان خسرنا ماتش، فكان لازم نكسب ماتش اتحاد، ماتش جزيره، ولعبهم تاني فاينل مع ماتش جزيره تاني، فكنا لازم نكسب الماتشات دي كلها. طبعا كابتن علي مع الهزيمه ما بتوصلش يعني خالص. احنا عارفين ما شاء الله كابتن علي عنده صفات كده في القياده بتبقى مهمه له. كابتن علي، موسم شاق، موسم صعب، الناس بتبقى النادي الاهلي بيجيب بطولات، ولكن ازاي النادي الاهلي بيحصل على البطوله الناس تبقاش واخده بقى؟ هو بيبقوا مركزين النادي الاهلي هيكسب البطوله، لكن ازاي استطاع كابتن علي وفرقه الابطال اللي موجوده 18 سنه ياخدوا هذه البطولات السنه؟ بص يا محمد، احنا بدانا من شهر 7، عملنا فتره اعداد لحد نص 9، وبعد كده بدانا الماتشات التمهيديه بطوله المنطقه. نعم. بطوله المنطقه اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت وبتاع. البطوله اللي فاتت دي يعني من اصعب البطولات اللي انا قدرتها في حياتي. ليه؟ اولا يعني البطوله صعبه، الست فرق كانوا كويسين، مع ان المنافس الاساسي لينا فرقه سبورتنج خرج بره من السيمي فاينل. والحته دي انا قلقتني، المنافس بتاعك يخرج بره، ففرقتك ده معناه ان باقي الفرق بقت مستعده وبقت أهل. مستعده، وانت بقى كان لازم تجهز فرقتك غير فنيا بقى، يعني نفسيا، وان الناس ما تستهترش، ولازم نركز، وان الست والخمس فرق اللي معانا كانوا كويسين جدا. طب كابتن علي، في الباسكت هل اللعيبه بيبقوا مركزين مع منافس واحد، مثلا المنافس الابرز اللي زي سبورتنج يبقوا مركزين معاه فقط؟ في السن الصغير بنسبه كبيره، في السن الصغير بيبقى بنسبه كبيره. احنا خسرنا ماتش الجيش كده، يعني ماتش الجيش طبعا هو طبعا يعني هم ما استهتروش، بس كان باد لك غير طبيعي. هو اليوم من اول يوم كان اليوم مش طبيعي يعني. بس فرقة الجيش ابتدت تتطور، فرقة كويسة. آه. يعني فرقة كويسة، ولعبنا معاهم يعني لعبنا 3 ماتشات، بس المفروض اللي احنا بعيد عنه. يعني المفروض اللي احنا بعيد عنه، يعني هم في فوارق لحد ما، ولكن فرقة محترمة وعاملة موسم كويس، يعني عاملين موسم كويس. طب انا هبتدي اروح لادم. ادم، انت بتلعب مركزك ايه في الفرقة؟ بيفوت. بيفوت؟ اللعيب الارتكاز يعني اللي بيجيب المفروض بقى نقاط كتير. جبت كام باسكت سنة؟ لا مش حددتش. طيب بالنسبه لك، كلمنا الحصول على بطوله مع النادي الاهلي وفرقتك وانت لسه في السن ده بيمثل لك ايه؟ يعني هو الحصول يعني بطولات مع النادي الاهلي دي حاجه كبيره، يعني لما بنكسب بطولات بنحس ان احنا بنعمل حاجه للنادي، واحنا بنحب النادي الاهلي. يعني احنا دي ميزه في فرقتنا الحمد لله، ان احنا كلنا يعني بنحب بنلعب باسم النادي الاهلي. دي انت بقالك كام سنه في النادي؟ تقريبا لو انا عندي 12 سنه يعني 5 سنين. متربي في النادي تقريبا 5 سنين، شربت كل حاجه كلها. فده بالنسبه لك خلاص اتعودت عليه، حاسس ان عندك ضغط ان انت مطالب دايما بالبطوله؟ المفروض يعني من ساعه ما دخلت النادي الاهلي وانا متعود ان ما فيش حاجه عندي مركز ثاني، ثاني زي سادس، هو النادي الاهلي يعني الاول. بس
طيب زياد كقائد وكابتن، وصراحة انتوا في الفترة السنية دي بتبقى موضوع فيه مراهقة لحد ما، امتحانات، ضغوط كتير جدا، مدير فني عنده فكر لازم يتطبق، وبعدين انت دلوقتي بتتعلم في نفس الوقت بتقود، ازاي قدرت تعمل الكلام ده كله؟ يعني هو مبدئيا الفرقة بصراحة مساعداني جدا في حاجة زي دي، يعني لما بقول لهم على حاجة احنا كلنا كفرقة بيعملوها، مفيش مثلا حد بيقول لا طب اشمعنى كذا، لا هو احنا كلنا يعني روح واحد انا اللي اقوله بيعملوه بس، فدي طبعا حاجه مساعداني جدا. وغير كده يعني انا اخويا الكبير يعني هو اكبر مني ب 10 سنين، هو برده معلمني شويه حاجات عن القياده وازاي ابقى شخصيتي كويسه وبس، فدي طبعا كلها يعني حاجات بتساعدني ان انا اعرف ابقى قائد بالنسبه لهم وفي نفس الوقت لاعب عادي. طب انتوا كسبتوا المنطقه وكسبتوا الجمهوريه، ازاي جددتوا الدوافع؟ يعني انت كسبت بطوله اوريدي وبقيت بطل، البطوله الاصعب دخلتوا حضرتوا نفسكوا ليها ازاي؟ لا دي كانت تحضيرات مختلفه بقى، يعني ديت كانت محتاجه يعني تمارين اكتر، بالنسبه للكابتن علي كان بينزلنا اكتر تمارين فوت ورك اعلى، بس ده مبدئيا. وغير كده يعني احنا كنا عايزين البطوله دي قوي، عشان البطوله ديت انا الجيل بتاعي اللي هو مواليد 2000 يعني احنا عمرنا ما خدناها بصراحه، بس فدي كانت بالنسبه لنا دي التارجت رقم واحد اللي هو يعني خلاص دي فرصتنا. عايز تحصل على بطوله ما خدتهاش قبل كده بالظبط، لازم تخش البطولات النادي الاهلي بالظبط، يعني ده كان ده اول حاجه، البطوله دي ما كانتش جت حتى النادي بقالها كذا سنه، فاحنا ده كان الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا لازم نجيب البطوله ديت ان شاء الله. كمان غير كده موضوع ان نادي سبورتنج دوت طلع بره اللي هو كان المنافس المفروض الاول بتاعنا، فده كمان يعني زود فينا الحته دي اكتر اللي هو يعني حتى المنافس بتاعنا طلع ما فيش عذر ما فيش. فانت بالنسبه لك كده خلاص الامور الى حد ما اصبحت سهله، بس هي مش سهله، مفيش بطوله بتبقى سهله بالظبط، هو ده بقى اللي احنا اكتشفناه بعد كده يعني. طيب عمرو اصعب ماتش كان بالنسبه لكم السنه دي كان ايه؟ هو كان في 3 منتشر صعبين جدا، ماتش اتحاد كنا لازم نكسبه عشان احنا خسرنا من الجيش، فكان علينا ضغط اكبر ان احنا نكسب ماتش اتحاد، بعد كده نفكر في ماتش الجزيره. واتحاد كده كده فرقه محترمه، فرقه ليها تاريخ، فرقه ليها ستايل حتى طبعا. فكنا لازم نكسب ماتش اتحاد، كان نفكر في ماتش الجزيره، فده كان البطوله بتاعتنا ان احنا نكسب اتحاد وجزيره، كان لاعب تاني الجزيره على ماتش فاينل عشان ناخد البطوله، فدي كانت مشكله لينا. وانت يعني في ماتش الاتحاد حسيت ان هو اصعب ولا الجزيره؟ لا طبعا الاتحاد، عشان كان لازم لينا خطوه الاول لازم نكسب الماتش ده، فده كان مشكله كبيره لينا، بس الحمد لله كسبناه يعني ولعبنا الجزيره وخدنا البطوله. انت بتلعب بلاي قطر؟ قطر يعني سريع جدا، بتتعامل مع ادم كتير ولا؟ لا بيبصيلك طيب ولا ما بيبصيلكش؟ بيبصيلي. وزياد بيبصيلك؟ احنا التيم ورك بتاعنا الحمد لله عالي يعني. وانت بقى لما بتاخد الكرة بتحطها باسكت ولا بترجعها له تاني؟ يعني لو فاضي برجعها له، مش فاضي اكيد احطها بس. كابتن علي ارجع للامر الصعب، اصعب حاجه بالنسبه لاي مدير فني في الدنيا انه يعلم اساسيات يطور ناشئ، في نفس الوقت عليك ضغط انك لازم تكسب بطوله. السؤال الصعب، كيف يعني اتميت هذه المهمه؟ بص صراحه هو الجيل ده مميز في النادي الاهلي، يعني جيل 2000 2001 ده مميز من النادي الاهلي. يعني انا جيت طبعا كنت جاي ورا كابتن احمد الجرحي، كابتن احمد الجرحي طبعا مدربين الكويسين جدا، من احسن المدربين في مصر في الخمس ست سنين اللي فاتوا، ودلوقتي ماسك منتخب مصر فلا لقيت الوضع مختلف، يعني هو سهل لي حاجات كتير، يعني انا ما بداتش من صفر. وزي ما بقول لك الجيل مميز ان في 5 6 7 ممكن بروميسنج للدرجه الاولى، في 9 أو 10 في منتخب مصر في المراحل المختلفة، فدي حاجة كويسة. فبقول لك يعني هو الجيل ده بسم الله ما شاء الله يعني تلقوا المعلومات بسرعة، التعليمات بتاعتك، طريقة اللعب، طريقة الأداء، كل ده ما كانش فيه بالنسبة لك في مشاكل؟ لا ما فيش يعني، ما زي أي فرقة ما فيش مشكلة، وهم لعيبة عندهم من الخبرات، إنما في ناس لعبت كأس عالم أو رايحة تلعب كأس عالم ولعبت أفريقيا ولعبوا السنه اللي فاتت مرتبط وجمهوريه، فعندهم الخبرات اللي هم يتعاملوا مع اي مدرب. طب احنا معنا على الهاتف صراحه اللعيب المفضل يعني كابتن طارق خيري المدير الفني لجهاز كره السله في النادي الاهلي والفريق الاهلي. مساء الخير يا ابو الكباتن والف مبروك. كابتن طارق. طيب احنا لغايه لما كابتن طارق يرجع لنا على التليفون اكمل معاك كابتن علي في طريقه اللعب السنه دي، هل كان عندك طريقه لعب واحده ولا اضطريت على حسب المنافسين انك تغيرها؟ لا احنا حطينا سيستم من اول السنه خالص، حطينا العاب المان وحطينا العاب الزون والبريس والخروج من البريس وبتاع، طبعا في جيمات معينه بتبقى محتاج ان
وارد ان كل السيستم يقف، وارد ان لعبك كله يقف. نعم. فبتبقى محتاج حاجه تانية معينه بتتشرح على البورد، فده بيبقى متحضر من قبلها يعني، تبقى مجهز انت الجيمات الكبيره بالذات كذا كذا سبيشال سيتويشن انت تستخدمه في الجيمات المهمه بالذات. يعني انت بتحضر السيناريو بكل تفاصيل، سواء هلعب بشكل دفاعي مثلا عامل ازاي، شكل الهجومي عامل ازاي. واللعيبه ما شاء الله كانت يعني ملتزمه بالموضوع. ملتزمين يعني، احنا متمرنين على الكلام ده كله بقالنا 8 شهور يعني، من اول السنه واحنا متمرنين على الكلام ده كله. بتختلف بس زي ما قلت حضرتك، جيم الاتحاد بيبقى عايز حاجه معينه، جيم الجزيره بيبقى عايز حاجه معينه، هنمسك لعيب معين ازاي ده هيقف الكلام دوت. بس انت بقى عندك الخامات اللي بتطبق لك اي طريقه. ما كانش عندي مشكله فيها الحمد لله. زياد، لما بتحس ان انت بتتمرن عليه بيحصل في الماتش، يعني اللي انت جهزت نفسك ليه بيحصل في الماتش، هل بتفرق؟ بتحس ان انت نازل وعندك افضليه؟ طبعا يعني، دي بالذات دي بتديني ثقه اكتر في نفسي، ان انا طب كويس يعني اللي انا بتمرن بيه. انا مستاذنك بس عشان كابتن طارق خيري اللي علينا على التليفون. مساء الخير يا كابتن طارق. كابتن محمد، ازاي حضرتك يا كابتن؟ بخير يا حبيبي والله، وحشني جدا. انت اكتر. يعني الف مبروك السنه دي، ما شاء الله موسم هايل بالنسبه لكره السله رجال للنادي الاهلي، سواء في الفريق الاول وايضا في القطاع. الحمد لله رب العالمين. طيب عايزك تكلمني على الموسم كويس بفضل الله. طيب كلمني على الموسم بالنسبه للدرجه الاولى، وايضا عايز اخد راي حضرتك في فرقه 18 سنه. احنا دايما في بدايه الموسم بنبقى عندنا كده التارجت بنحطه لكل الجهاز، الدرجه الاولى او قطاع الناشئين مع كابتن طارق او مدربين المراحل. نعم. احنا في الدرجه الاولى دايما انت عارف ان الاهلي ما بي من غير ما نتكلم الناس دايما بنلعب على بطوله، مفيش حاجه اسمها مركز ثاني، ده الكلام ما بنتعبش فيه كتير لان كل اللعيبه اللي موجوده عارفه الكلام ده، ان هو الثاني ده مستحيل عندنا، ملوش قيمه يعني. فاحنا بنغرس دي فينا، احنا الحمد لله بقى لنا 3 سنين ما بيعديش سنه الحمد لله لما بناخد بطوله او اثنين بفضل الله. السنه دي احنا بدانا المرتبط، كان ده نظام جديد في دوري المرتبط زي نظام كاس العالم، فكان بخروج اللي زي كؤوس يعني، بتلعب ماتشين صغيرين وماتشين كبار، اللي بيكسب اكثر عدد ماتشات او اللي يكسب ماتشين كبار بيكمل المرحله اللي بعدها. نعم. زي كؤوس كده، دور 16 دور 8 بفضل ده قدرنا نحقق دوري المرتبط وقدرنا ناخد الكاس. السوبر ما حصلناش توفيق فيه، خسرنا ماتشين في التمهيد في الاول اثروا علينا، واحنا نتائجنا بنكمل بيها لنهايه الموسم. نعم. اللي بيبقى فرقه اللي بتبقى اقل خسائر بيبقى لها فرص اكتر في الدوري، ما كناش نصيب فيه، ان شاء الله السنه الجايه يبقى لنا نصيب فيه. دي بالنسبه لينا احنا. بالنسبه للقطاع، احنا عندك فريق 18 سنه وفريق 16 سنه، كابتن علي او كابتن احمد الجرحي، اثنين مدربين مميزين ما شاء الله عاملين شغل هايل. الحمد لله رب العالمين. علي الحمد لله بدون خساره تقريبا، احنا بدون خساره. الاولاد فرقه مع علي احنا مصعدين منها تقريبا في بدايه الموسم ال 20 لعيب على مراحل، خدنا منهم ثبتنا بعد شويه لما دخلنا في الجد حوالي 7-8 لعيبه، وبعدين كل ما بتخش في مراحل اعلى اللي يقدر يكمل معانا بيفضل معانا، ممكن يبقى ثبت معانا 2-3 لعيبه. دي الفرقه اللي اكثر فرقه اتمرن معانا فيها لعيبه في الدرجه الاولى، حتى في مكافئات دوري المرتبط في ناس واخده 100% وناس واخده 35% بنسبه المشاركه يعني، لعب عدد نشاط اكثر. انت كابتن طارق يعني خدت كذا لعيب من الفرقه 18 سنه معاك حتى يتدربوا في الدرجه الاولى؟ تقريبا معايا طول السنه يعني، علي انا تعبوا معايا ان الولاد معانا بنسبه كبيره فتره طويله في المعسكرات وفي السفريات وفي التمارين. وعلي بصراحه يعني متعذب معايا في القصه دي، انه طبعا هو اي مدرب يتمنى ان هو يبقى فرقته كامله يتمرن بيها. انا ساعات باخد منه 5 باخد 6 على 3-4 مثلا لو في منتخب او اصابه، فمتعذب معايا، انما في موجود طبعا بنسبه كبيره ولاد كتير معانا في الفرقه. طيب كابتن طارق برضو عايز اسال حضرتك، يعني ما شاء الله السنه دي فريق كره السله للرجال حصلت على بطوله الكاس، وكانت بطوله مهمه جدا واستمتعنا حتى هنا واحنا بنأديها، وقد ايه عرفنا قيمه كره السله في اللحظات الاخيره. دي حقيقه، احنا لعبتنا لعبه ثواني زي ما انت عارف، الجيم ما بيخلصش من بدايته او لازم مع صفاره الحكم، ماتشات كتير قوي احنا بنبقى كسبانين كتير ونخسر في الاخر او العكس. هي لعبتنا لعبه كده شيقه وفي نفس الوقت متعبه.
طيب بالنسبة لاستعداداتك للسيزون الجديد، هل في صفقات النادي الأهلي هيعملها؟ أنا جبت اللي أنا محتاجه بفضل الله، ربنا كرمني، جبت حاتم البحيري بيلعب في أكثر من بوزيشن، يقدر يلعب صانع ألعاب 1 2 3 3 3 بوزيشن. جبت مشعل معتز، مصطفى مشعل ده كان لعيب منتخب مصر وبيلعب في التأمين، والسنة دي عامل موسم استثنائي أو عامل موسم كويس أوي. جبت رأي جنيدي طبعا لعيب كبير وخبرته عاليه، وجبت برغوطه، ده الشهره برغوطه بيلعب في بوزيشن 4 5 زائد المحترف اللي احنا هنجيبه بعد ما خلاص بنسبه كبيره هنجيب بيج مان. هيبقى منين؟ نعم هيبقى منين؟ والله انا بتفرج، انا تقريبا متفرغ للقصه دي. ما مش عارف نحسمها، هنجيبها من الوطن بتاعنا من اسيا او من الدول العربيه، او هجيب من امريكا. احنا لسه بندور اللي هيركب على امكانيات شغلنا وعلى السيستم بتاعنا، وفي نفس الوقت ما عمليش ازمه بالنسبه للعيبه اللي عندنا. انا عامل فرقتي كويسه، ما عمليش ازمه. احنا هنجيب زي ما عملنا في افريقيا دي. احنا تعبنا في افريقيا، قعدنا شهر ندور على اثنين محترفين يبقى الكيمياء بتاعتهم راكبه مع الشغل بتاعنا ومع اللعيبه. انا مش عايز لعيب كمان يجي يخنق اللي عندي، يعني بالظبط ما يجي يحس ان هو نجم وكده. فدي بتبقى صعبه شويه انك تدور تلاقي حد بروفيشنال بجد، يعني بالظبط بالقصه دي مع اولاد الصغيرين. احنا عندنا كمان الاولاد الصغيرين، احنا يعني هي فلسفه مش عايز اقول ايه. انا عندي لعيبه 13 سنه سوبر او لعيبه كويسه جدا، لازم ياخدوا في 3 4 سنين دي فرص، علشان لما يخلصوا مرحله ال 20 سنه ويجي يتسجل انت تقدر تقيمه كويس ويبقى جاهز. تقدر تقول هيقدر يلعب درجه اولى في النادي الاهلي يشيل الفرقه، ولا ناشئ لسه خبرته قليله. عشان كده احنا بنقدر بنرمي الولاد دول فتره طويله من الموسم. طيب معاك كابتن علي بقى. كابتن علي، كابتن طارق. كابتن طارق ازيك؟ حبيبي يا كابتن علي، وراك ايه؟ وحشت. وانت كمان، بقالي كتير، بقالي يومين ما شفتكش. لسه متكلمين امبارح. طبعا انا ببارك كابتن طارق خير على الموسم الجميل. طبعا يعني بطولتين من ثلاثة دي حاجة محترمة جدا في عز احنا طبعا حللنا ماتش الكاس هنا وكنا يعني قبلها اعصابها كلها. كابتن طارق مش عارف اقول لك بقى الجرحي وكابتن علي كانوا عاملين ازاي. يعني انا عايز اقول لك كانت الدنيا هنا يعني مقلوبة، وبعدين قعدوا بقى هم يقولوا لي شايف الباسكت عامل ازاي؟ قلت لهم شايف، يعني الدنيا ما مش معصومة خالص. فببارك له طبعا على البطولتين دول في كمية اصابات غير طبيعية طبعا، يعني في 5 6 كانوا مصابين، وفي ناس لعبت مصابة الجيم بتاع الكاس دوت. فببارك له، واتمنى طبعا الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله بالتدعيمات القويه جدا دي ان شاء الله لو توفقنا في لعيب اجنبي كويس هتفرق معانا جامد جدا ان شاء الله باذن الله. ماشي يا الله حبيبي، ومبروك ليك. احنا كلنا في اخر منظومه واحده طبعا، ومبروك ليك ولينا. ربنا يخليك يا تيتا، ربنا يخليك. كابتن طارق، اخبار مؤمن ايه؟ لعيب كويس والله. لو مسامحين التصعيد من 16 سنه انا كنت صعدت اكثر من واحد. مؤمن الحمد لله رب العالمين، خامه مبشره، ستايل لعيب كبير، عنده حاجات مش موجوده في ناس كتير قوي، اساسياته كويسه جدا، قراراته كويسه، فدي مبشرات تاهله انه يقدر يلعب في المستقبل في ليفل كبير. انا سمعت ان هو قريب شويه من ستايلك يعني. والله يعني احسن شويه يعني، هو كمان في حاجات في فروق، بس هو ستايله اشيك شويه. لازم نشوف بقى، لازم نشوف التطور. بس كابتن طارق يعني انت كنت حريف جدا الصراحه. الله يكرمك كابتن محمد. كابتن مصر طبعا، كابتن النادي الاهلي كابتن طارق خيري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه الصراحه. يعني في رموز في كره السله في النادي الاهلي، كابتن طارق الغنام، كابتن طارق خيري، ونجوم الكبار دي لازم الواحد دايما كده يعني يتكلم عنهم، لان هم صراحه خلونا نتابع كره السله بشغف، خاصه الناس اللي هي ما بتلعبش كره سله. انا واحد من الناس اللي ما لعبتش كره سله، بس كنت بتفرج على اولياء النجوم، وطبعا حبي للنادي الاهلي وعملوا ربط ما بيننا وما بين النادي الاهلي في كره السله. اعتقد كابتن علي حتى في بدايه الالفيه عملوا نتائج يعني رائعه. طبعا من احسن الاجيال اللي جت النادي، طارق خيري وعلاء زهران وطارق غنام وعمرو صابر، يعني كان جيل مميز الصراحه. كان جيل مميز حتى مش عايز انسى حد بس كان جيل الاخير متكامل. كمان نجمنا كابتن هيثم السعيد برده كان ليه دور مهم طبعًا جدا. طبعا صفقه من الصفقات اللي كانت طبعا صفقه يعني ما تاريخيه طبعا. زياده هكلمك على، هل بتستمتع وانت
في الماتش حتى في الماتشات المهمه؟ يعني مثلا في لعيبه بتحب تلعب الماتشات الكبيره عشان تستمتع بيها مش بس عشان يبقى مجرد ان انا بكسب، لا انا بكسب وبستمتع كمان فرق كبير. هي بالنسبه للمتعه يعني بتبقى اكتر طول ما الماتش يبقى يعني مشدود اكتر، اللي هو لا يعني انا لازم برضو ايه بلس ان انا يبقى يعني نكسب يبقى برضو لينا شكل واحنا بنلعب كتيم حتى مش انا بس، اللي هو لا يعني لازم مثلا اعمل كذا دي تبقى الباصه مثلا رايحه كويسه علشان يبقى حتى الشكل كله اللي هو النادي الاهلي ليه ستايل حلو وهو بيلعب. يعني انت بتحب المنافس يبقى ند قوي عشان تحس بالمتعه؟ طبعا لو المنافس مش على المستوى طبعا يعني مع احترامي طبعا لكل نادي وكل فريق بلعبه، بس طبعا كل ما المستوى ان انا بلعبه اصعب كل ما المتعه هتبقى اكتر. ان هو الماتش هيبقى ايكوال جيم تنشن شويه بتاع. طب انت ايه اكتر ماتش كنت مستمتع بيه؟ ماتش الجزيره. ماتش الجزيره خلاص دلوقتي بطل وخدت البطوله فكابتن علي هيسيبك تستمتع. بالظبط يعني هو ماتش الجزيره ده كان اكتر ماتش يعني عشان اللي هو خلاص اللي هو الكاس محطوط قدامي يا انا يا هو. طب ادم كان كويس في الماتش ده؟ ما شاء الله عليه. استمتعت بماتش الجزيره ده؟ طبعا. كان ماتش صعب جدا الصراحه. واحنا كان عندنا ضغط كبير قوي واحنا كان يعني سمعنا ان بطوله الجمهوريه في سن 18 سنه بقى لها كذا سنه ما دخلتش النادي الاهلي، فاحنا كنا عايزين يعني على قد ما نقدر نجيبها، غير ان احنا طبعا يعني كنا برده جيل ال 2000 دوت بقى له كذا يعني من ساعه ما بدا ما خدوش جمهوريه، فكنا بنحاول يعني على قد ما نقدر ان احنا جيلنا مع جيل. هو زياد بيضحك ليه لما انت قلت عشان ما خدش جمهوريه؟ عشان ما خدش، عشان انا الوحيد هنا المواليد 2000 فانا الوحيد اللي ما خدتش. محتاج ان انت فاحنا الصراحه وقفنا جنبهم لحد ما وقفت جنبه يعني خدت بخاطره خلاص مش خاطرك يا زياد. جبنا البطوله وجبنا الماتش ده عشان خاطر زياد. ده عيال. الكلام ده صح يا عم؟ طبعا النادي الاهلي متعود على البطولات فكنا لازم نجيب بطوله الجمهوريه. طبعا كنا لازم نساعد فرقه 2000 ان هم ياخدوا بطوله جمهوريه عشان بقى كتير ما دخلتش النادي. النادي الاهلي متعود على البطولات دايما. ما شاء الله عمرو جاهز في الكلام. محضر هو جاي مذاكر. صح اللي هيعجب الجمهور واللي هيعجبك واللي هيعجبك ما شاء الله مذاكر كويس. عمرو لما كسبت البطوله احساسك ايه؟ دينا كده انطباعك انت وزمايلك. طبعا كنا فرحانين وارتحنا بعد المجهود بتاعنا، حسينا ان احنا عملنا مجهود كبير ودي المكافاه بتاعتنا، فالحمد لله خدنا بطوله الجمهوريه يعني. كابتن علي بيديك مكافآت كويسه؟ طبعا. طب بصيت في الارض ليه؟ طيب ادم تنزل نفس القصه خدت مكافآت كويسه؟ يا لهوي مكافآت مش عارف مش مكافآت لا بجد والله كابتن علي الصراحه بعد اي ماتش النادي الاهلي اللي بيدي مش عارف حاجه من كابتن علي بعد اي ماتش بصراحه يعني هزار وضحك عادي اكننا يعني بياخد الماتش بيرميه خلاص احنا كسبنا الماتش ده تفكر في الماتش اللي بعده، بس قبل الماتش دوت يعني بيحاول يخلينا نفك شويه يعني. هو مهم ان انت تبقى حابب المدير الفني بتاعك اكيد طبعا بتفرق معاك كتير جدا يعني وفي كل بتطلع منك كل حاجه، بس ديت بتبقى في المدير الفني يعني المدير الفني هو اللي بيحببني فيه. ده حقيقي فعلا ودي المواصفات بتاعت المدير الفني بيبقى ليها مواصفات خاصه، مش اي مدير فني يقدر يجمع صفتين ان انا ابقى عارف كويس قوي الشغل اللي انا محتاج ان انا اعمله وازاي اقدر اطبقه وازاي اخلي اللعيبه تحب الطريقه ديت. دي من الحاجات المهمه جدا. عمرو عايز برضو اسالك طوال السيزون ما حسيتش ان في فتره كده انتوا مثلا في ماتش خسرتوه ساعتها عملتوا ايه عشان تجمعوا نفسيكم وتكسبوا الماتشات الثانيه؟ مبدئيا كلنا اول ما خسرنا مفيش حد خسر الفرقه، ده تيم كلنا تيم مع بعض، خسرنا وكسبنا كلنا نقول النادي الاهلي هو اللي كسب مش واحد هو اللي خسرنا وكسبنا، فكان علينا ضغط كبير لما بعد ما خسرنا فكنا لازم نكسب الماتش اللي بعديه عشان ناخد البطوله يعني. اتكلمتوا مع بعض قلتوا ايه؟ طبعا احنا نسينا خساره بعد ما خسرنا، نسينا ان احنا خسرنا وبدانا خطوه جديده عشان نكسب البطوله. يعني ما كانش في كلام ما بينكم ما بين زياد ما بينكم وبين بعض، انا مش بتكلم بقى كلام جهاز فني، بتكلم انتوا كلعيبه مع بعض. تجمعهم كده يا زياد وتقعدوا تتكلموا على اللي بيحصل؟ هو من بعد ماتش الجيش بقى ده يعني بعد الخساره اللي حصلت في ماتش الجيش بقى ده اساسي عندنا، اللي هو خلاص بقى يعني بعد قبل ماتش خلاص لا احنا بجمعهم نتجمع قبل دخول حتى كابتن علي وقبل اي حاجه معانا يعني حوالي 15 دقائق كده نقعد احنا نتكلم احنا بينا وبين بعض بقى اللي هو يا جماعه يعني دي البطوله يعني خلاص فرصه قدامنا ما ينفعش بعد كل دوت نخسر وكل الكلام دوت بس. بتقعدوا تحفزوا تلعب بلاي ستيشن طبعا؟ اساسي. تلعب بمين؟ انا كليفلاند. كليفلاند. تحب فرقه كليفلاند؟ جدا. انا يعني لسه هسالك بقى مين اكتر لعيب انت بتحبه بره؟ ليبرون جيمس. ليبرون جيمس اشمعنى؟ يعني هو بيعمل كل حاجه في الباسكت بول، يعني هو من اول الشوطه
لحد البنتريشن، لحد الدخول، لحد الديفنس. يعني هو لعيب متكامل، يعني ما عندوش حاجه مثلا مش موجوده. طب تفتكر هو وصل لكده ازاي؟ هو مبدئيا يعني تاسس صح، يعني بدنيا ده اول واحد، ده رقم واحد بدنيا. حتى هي امريكا كلها كده، يعني اول حاجه عندهم البدني دي رقم واحد. بعد كده بقى التمارين بقى كتير، يعني منظومه باديه معاهم من هم صغيرين لحد ما كبروا، لحد ما عملت منه اللعيب دوت. حابب ان انت توصل للدرجه ديت في الاحتراف؟ طبعا حلمي من وانا صغير. مين بقى اكتر لعيب هنا بتحبه في مصر؟ في مصر كابتن ابراهيم الجمال. كابتن ابراهيم الجمال برضه حاسس ان هو عنده نفس المواصفات؟ يعني هو برضه اللعيب الفينيشر، اللي هو ياخد الكوره يعرف يخلصها، عنده كذا حل، يعني عنده شوطه، يخش الباسنج كده، فهو برضه لعيب ما شاء الله عليه. ادم برضه عايز اسالك نفس السؤال، مين اللعيب اللي انت بتحبه؟ ليبرون برضه. برضه؟ بس ليبرون ما بيلعبش في مركزك. مش في مركزي، بس هو يلعب في اي مركز. يعني ليبرون يلعب في اي بوزيشن. تحطه في الملعب يعني. بس. بلاي ميكر بقى، بيفوت، كتر، يلم الكور من بره، يكاتشن، يعمل اي حاجه. انت حاسس ان هو عنده كل الامكانيات دي. طيب مين في مصر برضه مثلك لعب؟ كابتن طارق غنام. كومنت صحيح. يعني انا بسالك سؤال اعرف اجابته. كلمني طيب انت بقى، يعني وجهه نظرك عن كابتن طارق الغنام ايه؟ يعني من وجهه نظري انا شايفه احسن بيفوت جه في تاريخ مصر، ولا في قبله ولا في بعده. طيب ليه؟ ما انت برضه وضح لنا. انت دلوقتي بقى محلل، دلوقتي ما انتش لعيب. قول لنا ايه اللي انت بتحبه فيه؟ طريقه لعبه، ذكائه، قوته، خبرته. خبرته. حاسس ان هو بيعرف يتحكم في الجيم مثلا؟ ويعني حاجه زي اللي هو عملها ديت، لما يكون خلاص دخل على 40 سنه وياخد احسن ريباوندر في افريقيا، دي اصلا قصه ثانيه لوحدها. سن كبير، وكان هو اصلا عنده حاجه في ركبته، كان مصاب، بيلعب بالعافيه. بس بصراحه يعني كان لما كنت بقعد اتفرج عليه كنت بحس ان يعني تقريبا انا بتفرج على واحد بيلعب في مصر جاي لنا من الام بي اي. اتعلمت منه جدا، يعني اكتر وقت اتعلمت منه لما نزلت لعبت معاه، لما اتصعدت درجه الاولى بتاعي، كنت فرحان جدا. طبعا احساس تاني خالص. عمرو اسالك نفس السؤال، كلمني بقى مين اللعيب اللي انت بتحبه؟ برضه ليبرون. برضه ليبرون؟ ليبرون في مصر. كابتن ابو النصر. كابتن ابو النصر. اشمعنى بقى؟ عشان هو بدا من الصفر، هو جاي من نادي الطيران، نادي صغير، وبعد كده راح مرحله كبيره، وبقى طبعا هو يعني صعب عليك اول خطوه ليه، وادى كويس وحقق البطولات افريقيا وحقق كذا بطوله. نفسك تحقق البطولات دي؟ طبعا. هتبقى يعني برضو انا عايز اخد منك بقى ايه كلمه كده لجمهور النادي الاهلي. طبعا مش هنحرمهم بالبطولات، نقدر نديهم البطولات بتاعتنا، واحنا وراهم ماما مع بعض يعني. ادم يعني احنا بنوعد كل جمهور الاهلي، وقلناها قبل كده يعني لما طلعت مع كابتن هيثم السيد قبل حضرتك قبل كده، ان احنا بنوعد النادي الاهلي وجمهوره وكل الناس، يعني ان شاء الله من اول سنه 16 من ساعه ما ابتدينا نلعب باسكت الصح، ان شاء الله ما فيش بطوله تخرج بره النادي الاهلي باذن الله. كابتن زياد. انا بشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على دعمه لينا على السوشيال ميديا، وحتى لو في معارف مثلا بتيجي تكلمنا، بشكرهم كلهم على كل حاجه هم قدموها لنا، وطول ما هم ورانا احنا ان شاء الله هنفضل نجيب بطولات ونهديها لهم، عشان هم دول الاسم يعني بتاع النادي الاهلي. باذن الله كده دايما تكونوا كلها انجازات وبطولات، وعلى قد ما بتجتهدوا على قد ما هتلاقوا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل، هينضم لنا باقي اعضاء الفريق. اوعى تروحوا بعيد، عشان النادي الاهلي حد.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقرتنا واحتفالنا بابطال كره السله للرجال 18 سنه في النادي الاهلي، ونستقبل النجوم الجداد. نبتدي بكابتن باسل عمرو. مساء الخير يا كابتن. مساء النور، نورنا. بنورك. الف مبروك بقى على الفوز بالبطوله. الله يبارك فيك. التيشيرت البولن شارك يعني شغل عالي، انت جاي مجهز يعني حبيبي، جاهز للحلقه. ومعانا طب بتضحك ليه؟ طيب بتضحك يا عبد الرحمن. ومعانا الكابتن عبد الرحمن الحريف. مساء الخير يا ابو الكابتن. منورنا يا ابو الكابتن. ربنا يخلي حضرتك. يعني جايبين لك كده باسكت وعمال تعدي الناس وبتاع، تحب انت الكلام ده؟ اه جدا. الف مبروك على البطوله، ويعني شغل جميل السنه دي. ربنا يحفظك، ربنا يخليك. والكابتن يوسف محمود. مساء الخير يا ابو الكابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. مستعد للحلقه؟ طبعا. جاهز؟ اه. طيب كلمني بقى على السيزون السنه دي. السيزون السنه دي كان من اصعب السيزونز اللي احنا لعبناها في حياتنا، عشان احنا ما خدناش ولا بطوله مع 2000. جميل. فكانت صعبه بالنسبه لنا من بس ال 2000، هيتضايق شويه. فكان سيزون صعب، غير ان احنا بدانا من بدري، وكان هدفنا السنه دي ان احنا يعني نتعلم واحنا بنكسب كمان، لان احنا كل سنه بناخد خبره اكتر. بس وكان هدفنا ان احنا نجيب السيزون ده من غير ولا خساره، بس الحمد لله عملنا اللي علينا يعني. بس حاسس ان مستوى المنافسه السنه دي كان اقوى من السنه اللي قبلها؟ اه، يعني كل سنه بيبقى دايما في فرقتين ثلاثه هم في المنافسه، هم دايما المرشحين ياخدوا بطوله، بس السنه دي كان الست فرق يعتبر نفس المستوى. وبعد خروج سبورتنج كان كله مركز اكتر، وكابتن علي خاف من موضوع ان احنا ممكن نفسيا نهدى شويه عشان المنافس اقوى لينا خرج. فالسنه دي كانت فعلا من اقوى البطولات اللي احنا لعبناها يعني. عبد الرحمن، هل السنه دي كان عندك منافسين كنتش متوقع ان هم يكونوا بالمستوى ده؟ لا والله، احنا بننزل اي ماتش فرقه كبيره او فرقه صغيره بنعمل لها الف حساب يعني. الحمد لله احنا كنا جاهزين الحمد لله بنسبه 100% ان احنا اي فرقه تنزل قدامنا ده اكنه ماتش فاينل. لو في ماتش خسرناه ده عادي طبيعي جدا، مفيش فرقه في مصر ما بتخسرش، بس الحمد لله قدرنا بعد الخساره اللي خسرناها ان احنا نكسب الثلاث ماتشات اللي بعديهم عشان ناخد البطوله الحمد لله. طب انتوا ماتش الجيش، معنى ماتش الجيش اللي حصل فيه مثلا دروب؟ هو يعني كانت زي علامه من عند ربنا كده، ان احنا ممكن كان فيه شويه باد لك وتهاون سنه، وطبعا ده غلط جدا، فربنا زي قرصه ودن كده احنا خسرنا، والحمد لله جت في ماتش الجيش عشان قدرنا نعوض الكلام ده في بقيه الماتشات الثانيه، عشان لو كنا خسرنا مثلا ماتش زي الاتحاد او الجزيره كان البطوله راحت تقريبا يعني. فالحمد لله اول ما خسرنا ماتش الجيش لمينا بعض واتكلمنا تاني ورجعنا اقوى من الاول الحمد لله، وكسبنا الثلاث ماتشات التانيين الحمد لله. كابتن علي، لما بيحصل دروب في بعض الماتشات بتبقى فرصه بالنسبه لك انك يبان لك بعض الاخطاء اللي تقدر تعالجها سريعا قبل الماتشات الكبيره زي الاتحاد؟ اه طبعا، هو ماتش الجيش ده هو يعني زي ما قلت لك اليوم باين من اوله. يعني انا يعني وانا رايح عارف يعني، وانا حسيتها. اه حاسس طبعا، ومنظرهم كمان في التسخين وبتاع، ويعني بدانا نلم نفسينا على الكوارتر. انت جبت نقطه يعني بحيك عليها، لان المدرب الصح هو اللي بيحس من التسخين. انا حاسس من حاسس، هو احنا رايحين في الباص انا حاسس يعني حاسسها وانا رايح طبعا وبتاع، وزي ما ابويا قال. بس الحمد لله جت ماتش الجيش، بس هي الامور بقت صعبت يعني. تاني جيم عندك الاتحاد، ولازم تكسب الاتحاد عشان تروح تكسب الجزيره عشان تلعب على البطوله، فالمسافة بعيد قوي في المرحلة. الاتحاد مدرسة فرقة كويسة، احنا كسبانين باسكت وليها من مدرستها، والجزيرة برضو ليها ستايل فرقة كويسة جدا الجزيرة، واتطوروا. احنا لعبنا معاهم فاينل في المنطقة، اتطوروا كويس قوي يعني في التوتال يعني، تعبونا الماتشين، تعبونا فعلا يعني. هل المرحلة الزمنية دي يا كابتن بيبقى مثلا اللياقة البدنية أقوى، فبيبقى معدلات الجري أسرع، بتحس إن رتم الجيم عالي قوي؟ بص، ماتش الاتحاد زي ما قلت لك هو يعني كان يعني انا من اصعب الماتشات اللي درتها في حياتي ماتش الاتحاد، لان يعني طبعا مرحله السنيه صغيره، جايين بعد خساره لازم نكسب، وفرقه الاتحاد قريبه مننا في الروح والضغط من اول الملعب، وعندهم ثلاث اربع لعيبه كويسين قوي في منتخب مصر، فنفس الستايل. فكان جيم صعب يعني، كان يعني جيم صعب. انت حاسس ان هو انت بتلعب ماتش ديربي، ما بتلعبش ماتش عادي. اه، الاتحاد في الباسكت على طول، وهم جايين متحمسين جدا طبعا. يوسف، جالكم نفس الاحساس ده في ماتش الاتحاد؟ ماتش الاتحاد اه طبعا، وكمان كنا احنا لسه راجعين من خساره، فالماتش كان بالنسبه لنا صعب، لان احنا في ضغط وهم مش في ضغط. بس احنا كان المفروض ان احنا نكسب، والماتش كان صعب لان احنا بنجري وهم بيجروا، احنا قريبين من بعض، فرقتين قريبين من بعض شويه، فالماتش كان صعب. بس انتوا فاكر المحاضره اللي خدتوها قبل ماتش الاتحاد؟ اه يعني هو كابتن هنا قبل ماتش الاتحاد يعني ما ينفعش نتهاون خالص في الماتش. خسرنا خلاص البطوله راحت، كسبنا لسه قدامنا ماتشين صعبين مع الجزيره،
ويعني الماتش طبعا كان صعب جدا، فهو لنا نهدى يعني، هو احنا كلنا في ناس طبعا متوتره جايين من خساره وكده، فقال لنا لازم نهدى، هدينا نلعب لعبنا العادي، هنكسب جيم ان شاء الله، والجيم يعني قال عادي ان الجيم هيروح ويرجع، ممكن طبيعي ان احنا نبقى خسرين في الاول، احنا الفرقه اللي جايه مخسرين طول الجيم، احنا اللي علينا الضغط بس يعني. وده اللي حصل فعلا، بس الحمد لله قدرنا نكسب في الاخر يعني. طول الجيم يا كابتن علي كان في تاخر في الجيم. ماتش اتلعب خسرانين طول الجيم، طول الجيم يعني ما طلعنا في الاخر يعني. انت الكوارتر الاخراني اللي عملته طول الفرق التلات كوارترين يعني التلاته اول يعني لحد نص الدقيقه سبعه تقريبا انا خسرانين فرق كبير ولا لا؟ لا لا بونت 4 بونت 5 بونت 6 بونت اللي هو سهل. لا لا ما طلعش 10 بونت، ما راحش ال 10 بونت، ما راحش ال 10. لا لا ما راحش، ما راحش. وده اللي خلاكم يعني لسه في حماس جوه الماتش يعني، ما اللعيبه مثلا ما حسيتش ان في فوارق مثلا فخلاص. بص انا اول مره اقول لك حاجه يعني، انا حتى بعد ماتش الجيش ما يعني ما تهزتش لحظه اللي احنا نخسر البطوله دي، اللي انا عارفهم يعني ما جاش مخي خالص. ما هو حضرتك عارف شغلك وعارف لو عن اللي هم اشتغلوا وشايفهم والثقه، انا عندي ثقه فيهم، لكن هم نفسهم هل كان عندهم نفس الاحساس؟ بعد ماتش الجيش حسيتها ان احنا عملنا تاني يوم، انا سبتهم ما كلمت يعني دخلنا قلنا كلمتين بعد ماتش الجيش وسبتهم ما كلمناش في اي حاجه، ورحنا تاني يوم النادي عملنا اجتماع في النادي ان تاني يوم كان راحه وهنلعب الاتحاد، فعملنا اجتماع كده حسيتها بقى في الاجتماع، حسيت الاجتماع يعني انا ببص في وشهم بعرف يعني، عايز اقول لك في 3 4 عيطوا، فما تهزتش لحظه اللي احنا نخسر البطوله دي، حسيت ان في روح التهديد في ناس عيطت يعني في الاجتماع اللي احنا قاعدين في النادي، الناس عيطت. عبد الرحمن عارف فرقه الاتحاد كويس؟ يعني لحد ما يعني كنت قبل المباراه وايضا ماتش الجزيره كنت بتفكر كده اللعيب اللي قدام ده هيدافع ازاي يبتدي، انت بلاي ميكر وانت اللي طبعا لازم اي حد عشان يلعب الخصم لازم يكون قاري الخصم بيلعب ازاي وطريقه لعبه وازاي هنلعب قدامه. طبعا الحمد بعد الخساره يعني كابتن علي يشكر اللي هو طبعا ليه فضل كبير ان احنا نخرج من الخساره دي عشان ما يبقاش يعني نفسيتنا محبطه في ماتش الاتحاد، وصلنا ماتش قوي جدا وماتش يعتبر احنا هما اللي هيكسب ماتش بطوله يعني، فالحمد لله احنا كنا كابتن علي قدر يخرجنا من بره المود الهزيمه يعني، واحنا الحمد لله كنا الفرقه كلها رجاله يعني، قدرنا ان نخرج بره المود ده ونركز في ماتش الاتحاد، ونزلنا الحمد لله 40 دقيقه رجاله، وعشان كده ربنا كرمنا وكسبنا البطوله في الاخر الحمد لله. انت ايه احسن ماتش من وجهه نظرك انت ليك انت حسيت ان انت اديت فيه اداء عالي؟ ممكن ماتش زي الجزيره مثلا. الجزيره ماتش كمان يعني ماتش قوي فارق كمان في البطوله يعني. طبعا الماتش ده يعني ايه اللي خلاك تحس بكده؟ هو ماتش زي ايه يعني، غالبا كانت في ناس كتيره جدا جايه تشجع الجزيره وناس كتيره جايه تشجعنا، عشان لو الجزيره كسبت خلاص خدت البطوله، لو احنا كسبنا نلعب ماتش فاصل معاهم، فكانت اجواء كان اجواء ماتش زي الفيرست تيم تقريبا. لا والاهلي والجزيره ديربي يعني، حتى المسافه ما فيش اثنين حتى لو ايه ماتش قوي جدا يعني. فالحمد لله يعني كلنا كنا يعني ربنا موفقنا من اليوم ده، وكنا قدم مسؤوليه الحمد لله، وعشان كده نكسب ان شاء الله. يوسف الفرق ان انتوا السنه دي خدتوا كل البطولات اللي شاركتوا فيها، طب بعد البطوله الاولانيه ازاي جددتوا دوافع انك تكسبوا البطوله الثانيه؟ لا طبعا احنا بعد ما خلصنا البطوله الاولانيه ريحنا شويه، اللي كان عنده دروس بقى طبعا، لان احنا في اي فاينلز خلاص بقى الدروس على جنب وكل حاجه على جنب، المهم البطوله وكده، فريحنا شويه. بعد كده بقى نزلنا بدانا كل يوم ننزل تمرين، رغم ان النادي ما كانش فيه ملعب، واحنا كنا كل يوم بقى بنعافر، حتى لو ما فيش ملعب كنا ننزل نجري، الكابتن كان دايما مهتم بالموضوع ده ان احنا ننزل نجري نعمل مجهود في اليوم، حتى لو مفيش ملعب بره الدنيا ساعه مثلا بنخش الصاله، لازم نعمل مجهود في اليوم عشان احنا لازم نتعب عشان نوصل، لان احنا في فرق بتتعب وعندها ملاعب، احنا ما عندناش ملعب خلاص لازم نتصرف، احنا اتصرفنا وكنا بنتعب كل يوم. حسيت ان الصعوبات دي اديتك دفع اكتر ما هي اخرتك؟ طبعا. لا انا كل ما بتخيل نفسي انا شايل الكاس وانا فرحان ان احنا جبنا بطوله زياده، ان انا شاركت السنه دي بطولتين جبتهم، طبعا ده كل يوم بيديني دفع ويخليني ابص لقدام للبطوله اللي جايه، حتى لو مش مع النادي بس مع المنتخب، بحاول على قد ما اقدر ان انا ابص لقدام. برضه عايز اسالك نفس الكلام ده يا باسل، انتوا تعبتوا كتير السنه دي، شغلكم كان اصعب، كل مرحله عمريه بتعدي بتبقى بتخش فرنج اصعب، خلاص انت بتجهز انك تبقى لعيب درجه اولى. حسيت من بدايه السيزون انك تمرينك الزياده دوت هو اللي هيوصلك انك تنجح؟ هو طبعا كل الناس كانت مركزه يعني، البطوله بقى لها كذا سنه ما دخلتش النادي، فكله من اول موسم عنده يعني تارجت واحد مع كابتن علي ان احنا ناخد البطولتين، ويعني كان في ناس بتضطر تيجي على دروسها وبتضطر تيجي على حياتها الشخصيه حتى عشان يروحوا التمارين كلها ما يفوتوش ولا تمرين،
فده طبعا اللي ادى ان احنا ناخد البطوله ان احنا تعبنا. طب انتوا يعني كلكم اغلبكم ثانويه عامه، كنتوا بتظبطوا المواعيد ازاي؟ هو بيبقى عارفين الجدول يعني بتاع التمرين من اول اسبوع، فاللي بيقدر يظبط دروسه بيظبطها، انما ما بيقدرش يعني ساعات بيجي على دروس طبعا عشان التمرين، ويعني كان كله بقى يعني بيذاكر طبعا كتير عشان يقدر يجي التمرين بالليل، والتمرين كله بيبقى كابتن عادل بيحاول يخلينا متاخره عشان يبقى كله يخلص مذاكرته ويخلص دروسه، فهو كان بيراعي الحته دي يعني. كابتن عادل هما بيتمرنوا كم يوم في الاسبوع؟ كل يوم. كل يوم يوم يعني غالبا الجمعه بس كنا بنتمرن يعني 6 ايام. هي بقول لك هي اللي كمان احنا اخر شهرين في بطوله الجمهوريه دي ما فيش ملعب، يعني كان في طبعا بطولات الفوليو بتاع كانت الصالتين متهدين، فروحنا كذا ملعب وكذا صاله وبتاع، يعني فضلنا شهرين طبعا متعذبين وبتاع، فكان في صعوبات. فهي الحلاوه بعد المكسب بتحس بقى ان هو ده اللي احنا بنبرزه للجمهور والمشاهد، ان الناس حتى انا ابتديت الحلقه كده، الناس فاكره ان النادي الاهلي هيكسب البطوله، لكن ازاي النادي الاهلي بيخطط وبيبقى فيه صعوبات؟ كان في منافسين، كان في صعوبات طبعا، يعني ما فيش صاله، وكان قبلها كمان في انا عندي كان في حوالي 10 منتخب مصر والمنتخب عنده ارتباطات، عنده ارتباطات وفي ناس سافرت المانيا، ويعني كان في منتخبين، في كان في 4 في المنتخب ال 18 والباقي في ال 17 سنه. فانت لعيبتك متاخده، يعني ممكن يقول لك قبل البطوله حوالي 5-6 ما يكملش كمان 3 ايام، فدي كلها كانت من صعوبات يعني اللي كانت مأخرك لحد. عبد الرحمن بتحب التمرين؟ جدا، عشان انا كمان بحب باسكت جدا، بقالي يعني 12 سنه بلعبه، فانا بالنسبه لي الباسكت ده يعتبر يعني زي حياتي كده بالظبط يعني. فانا بتمرن وانا فرحان يعني، والحمد لله يعني مفيش حاجه تخليني اكرهه يعني. مش قصه تكرهه، بس في نفس الوقت في انت في مرحله سنيه الناس كلها بتخرج وانت بتتمرن، الناس كلها بتعيش حياتها وانت في معسكر، الكلام ده ما اثرش فيك؟ انا والله حضرتك هو طبيعي طبعا اي حد في سنين عايز يخرج وكده، بس يعني احنا ضحينا عشان البطوله دي. احنا لو حاجه لو كنا معاك بتقسم سيد في 16 وكنا حضرتك برضه في بطوله المنطقه وعندنا جمهور ان مفيش بطوله تخرج بره النادي، فده مش هيبقى كلام، بس احنا كان لازم نضحي بحاجات كتير جدا، ضحينا بدروس، ضحينا بوقت مذاكره، بخروجات مع اصحابنا، يعني بوقت كتير جدا عشان يعني نبقى في المكان ده دلوقتي. حاسس انت فخور بان انت ضحيت بحاجات وشقيت ونجحت؟ جدا يعني، هو لكل مجتهد نصيب يعني، الحمد لله احنا تعبنا جدا جدا وضحينا بحاجات كتير جدا، والناس كلها كانت على قد المسؤوليه، عشان كده لما كسبنا كلنا كنا فرحانين يعني بطريقه ما توصفش يعني. احنا بعد تعب كبير قوي قدرنا نحقق البطوله الحمد لله. بتتجمعوا مع بعض وتبتدوا تتكلموا في يعني الحاجات اللي بتحصل في الفريق على انفصال كلاعيبه؟ طبعا طبعا، حتى من يعني اقرب حاجه خساره نادي الجيش دي، احنا دايما زياد هو اللي بيجمعكم ولا مين؟ زياد او اي حد في الفريق يعني، احنا كلنا يعتبر واحد. مين اللي بيعزم يعني؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. اي حد والله مش تفرق مين بيقول يعني، مثلا لو في حاجه حد شايفها غلط يوسف بيعزم؟ طيب كله بيعزم، مفيش حد بيتاخر والله. هو بعد خساره الجيش دي انا يعني كلمت زياد قلت له لازم نجمع الفرقه عشان ما حدش يبقى داخل الماتش محبط او حالته النفسيه مش كويسه، خايف وخايف من حاجه يعني. احنا الحمد لله تعبنا، فربنا اكيد هو في جنبنا، فاحنا اجتمعنا الفرقه وقعدنا نتكلم معاهم، وان احنا يعني في برضه حد كلمني كابتن حسن ده يعني المعد البدني بتاعنا، وقال لي انا نفسي قبل ما اسيبكم اكون شارك كاس معاكم، فدي برضه كلمه يعني خلتني متحمس جدا ان انا ان شاء الله ناخد الكاس ده عشان نديهوله يعني. وتباص بقى لزمايلك، ما تقعدش تعدي من الناس وخلاص. بيباصي طيب ولا لا؟ بيباصي. لازم تزعق ولا هو بيباصي من لا لا هو بيبقى شايفنا وبيباصي. مش قوي يعني. هو برضه لازم نسمع راي بازل ما يعني بتفضل بيفوتات بس مش واخد حقها يعني كفايه في الفرقه اهو. انتوا اللي بتخلصوا الماتشات يا بس. هقول لهم بقى. ما هو مش واخد باله من انت بتجيب كام باسكت؟ يعني على حسب الوقت اللي بلعبه، بس يعني لو موفق في الماتش وبلعب فيه ممكن مثلا 10 11 كده اهو. اهو بيصنع فارق اهو يعني، انا يعني بينزل وقت بيدور بيحط 10 12 بونت يعني. انا ببصي حتى كرقم بصي. طيب مين اللي بيعزم؟ انا عايز اعرف برضه بس مين اللي بيعزم عندكم هو في الاجتماعات يعني. هو زياد طبعا هو بيبقى اول واحد بيجمعنا عشان هو كابتن فرقه طبعا، هو يعني ده المفروض ان هو الدور بتاعه. بس وسط الاجتماع كله بيبقى بيتكلم، كل اللي متضايق من حاجه بيقولها، بالظبط كله شايف حاجه مثلا غلط بيعدلها، لان كلنا عايزين نوصل نفس الحاجه، نفس التارجت اللي احنا ايه حاطينه من اول السنه. فيعني كله بيبقى يعتبر زي زياد بالظبط في الاجتماع يعني، هو ممكن زياد اللي بيبداه، بس وسط الاجتماع كله بيبقى واحد.
انت صعدت السنه دي درجه اولى؟ لا. طموحك ان انت تطلع درجه اولى؟ اه طبعا، يعني السنه دي انا كنت بتمرن كتير حتى لوحدي عشان السنه الجايه ان شاء الله يبقى ليا فرصه في الدرجه الاولى. بعدين يعني نفس القصه يا يوسف. اه تمام، انا برضو كنت بحاول اتمرن وكده، مش عشان الدرجه الاولى بس، كان عشان المنتخب. كلهم موقوفين؟ كان باسل بس كده في اول الموسم هو رايح بس عشان امتحانات كده. طب وعبد الرحمن موقوف برضو ولا مش موقوف؟ لا الحمد لله ما توقفش، ما حصلش. بيلعب السهل السنه دي، بيلعب السهل. حاسس ان هو سهل هو اللي هيجيب مردود فابتدى يلعب. هو باسل بس يعني. طيب انا عايز برضو اعرف طموح يوسف مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي لا، طموحي طبعا ان انا اقعد احقق بطولات وان انا العب مع الدرجه الاولى. وطبعا غير طموحي الشخصي يعني ان انا اكمل بره وكده. عايز تحترق؟ طبعا. تروح فين؟ اي حته بقى يعني، ممكن اي حته وخلاص، ما انت لازم يبقى عندك تارجت. انا عايز اروح المكان الفلاني. اه ما هو التارجت بتاعي طبعا الدرجه الاولى، وبعد كده بره، وبعد كده منتخب، بعد كده لازم ابقى حاطط كذا تارجت عشان اللي اوصل له الاول ابص بعده. بس عبد الرحمن اكيد في كواليس ما بينكم وما بين بعض في الماتشات المهمه، جوه اوضه اللبس، جوه الملعب، حاجات بعيده عن المدير الفني طبعا كابتن علي، الشق الفني وانه ازاي بيجمعكم وبينظم لكم تمرينكم الكلام ده كله، بس ما بينكم في كواليس يعني، في لعيب مثلا ما حدش قادر يوقفه بتعملوا ايه؟ في وانتوا نازلين الماتش مين كان متوتر، مين كان بيضحك، الكلام ده كله بيفرق، الجمهور عايز يعرف. هو قبل اي ماتش كابتن علي بيسيبنا من مثلا 10 دقايق ربع ساعه بنتكلم احنا مع بعض، يعني بنحاول نتكلم احنا عشان نقدر في اجواء الماتش. اه في اجواء الماتش بالظبط كده. فاحنا دخلنا يوم ماتش الاتحاد اللي هو بعد خساره نادي الجيش، اتكلمنا مع بعض وان ماتش الاتحاد زيه زي ماتش فرقه طبعا قويه جدا، وفرقه بتنافس على البطوله بشكل كبير زيها زي الجزيره زي اي فرقه في الخمس فرق. فاحنا كنا بنتكلم عشان الفرقه كلها يعني فرقه الاتحاد كلها ما فيهاش حد فيهم اللي هو يبقى مصدر قلق لينا يعني. يعني الحمد لله كلنا قادرين نوقف اي حد في اي فرقه، خصوصا ان احنا جيلنا او جيل 2000 او جيل 2002 الحمد لله محقق نتائج كويسه جدا في خلال السنتين اللي فاتوا او ثلاث سنين اللي فاتوا في النادي يعني الحمد لله، وبنجيب بطولات بلف. انا عايز كواليس، ما اديتنيش كواليس، ما اديتنيش حاجه حصلت. انا عايز اوصل. اه الناس دي بتضحك، فانا عايز اعرف بتضحك ليه. اكيد في حاجه. اه احنا بنقعد مثلا، ممكن في لعيبه، جزء من اللعيبه بيحبوا قبل الماتش يسمعوا اغاني تقريبا، اغاني مثلا النادي، اغاني حاجات بتحب، حاجات شخصيه. بتسمع مين؟ انا بحب مثلا بحب اغاني النادي جدا، بحب حاجات انجلش يعني بحب اسمعها. في لعيبه بتحب تقعد تهزر قبل الماتش، بتخش كده في المود. وفي ناس بتحب تقعد تقرا قران واسمه يعني ويتكلموا مع بعض. وفي ناس بتبقى قاعده لوحدها هاديه جدا بتفكر. في كذا حد، دي كذا نوع يعني. بس الحمد لله في كل دول بنسيبهم يخشوا جوه اجواء الماتش، واول ما ينزل الماتش احنا مش شايفين حاجه غير الكاس ان شاء الله يعني. وكل سنه كده يعني. بس انت بتحب تعمل ايه بقى قبل الماتش؟ يعني ممكن ابقى قاعد لوحدي مركز في الماتش، يعني دوري هبقى هادي ازاي في الماتش، اساعد الفرقه ازاي، يعني ببقى قاعد مركز يعني. انت معاك ادهم كمان بيفوت؟ ادهم قصدي. ومعاك حد تاني؟ مع الداوي توبي. مع الداوي طبعا له اسلوب خاص في اللعب صح؟ اه طبعا يعني. وانا كمان انا ومع الداوي يعني في الماتش هو بنفهم بعض كويس في الملعب يعني. يعني بيبص عليا كتير يعني. ممكن مثلا ابقى قاطع كويس هو بيبص عليا يعني، بيديني اسيستات كتير صراحه في الماتشات. طب حاسس ان انت الكيمياء اللي ما بينكم في بعض الاوقات بتصنع فرق؟ هو طبعا، هو لو احنا مش عارفين نلعب مع بعض احنا عمرنا ما هنكسب. يعني هو الميزه كمان ان معظم فرقه 2001 او 2000 مع بعض من زمان، حتى زمان كان في ناس متصاعده، فيعني بقى لهم كذا سنه بيلعبوا مع بعض. فهم لو مش فاهم، احنا لو مش فاهمين بعض مش هنكسب طبعا زي ما انا قلت. فيعني بس يعني هو الراجل خلص كلامه. مش عايز اكتر كده عشان كابتن علي قاعد قدامي. بس صراحه النفسيه كانت فارقه معانا جدا يعني. حتى كابتن علي كان قبل البطوله قال لنا، قبل ما نخش البطوله حتى وقبل ماتش الجيش، كان بيقول لنا اي خساره انا اللي متحمل مسؤوليتها وكده، بس انتوا تعملوا اللي عليكم في الملعب. بس هو يعني الحركه دي فرقت معانا نفسيا جدا، لان احنا لو داخلين الماتش خايفين، ماتش اتحاد لو كنا داخلين متهزين زمان خسرنا، لان احنا طول الماتش بونت ليهم، اثنين بونت ليهم. فلا احنا كنا نفسيا نازلين، او كوتش مثلا كان قبلها قال لنا انتوا سبب في الخساره وكده، لا ده كوتش حتى دخل قال لنا انا المسؤول وكده عن اي خساره تحصل، بس انتوا اعملوا اللي عليكم. يعني بيشيل من عندك الضغط وبيشيل من عندك كل المشاكل. ايوه طبعا فرقت معانا نفسيا جدا. احنا هنروح بس للكابتن طاهر رجب، رئيس قطاع الناشئين في كره السله للنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا فاروق باشا. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. تحياتي وتحيات كابتن علي هاشم وطبعا نجوم النادي الاهلي الصاعدين.
الله يخليك، سلمني عليهم كلهم. الف مبروك السنه دي، ما شاء الله سيزون استثنائي بالنسبه للقطاع الناشئين. الحمد لله، يعني السنه دي صراحه يعني كسبنا 3 بطولات من 5 في القاهره و3 بطولات من 5 في الجمهوريه، يعني مفيش حد نادي في مصر يقدر يجيب النسبه دي في ظل تنافس كبير بالأندية كلها. انديه اسكندريه طبعا مشهوره بان هي قويه جدا في اسكندريه، وهنا الجزيره برضه كان بينافسها منافسه جامده سواء في القاهره او في الجمهوريه. فالحمد لله، الحمد لله ان احنا قدرنا نخلص السيزون ده. طب كابتن طاهر، لازم اسال حضرتك، ازاي قدرتوا تعملوا استراتيجيه توصلوا للنتيجه الاستثنائيه دي، انك تاخد كل البطولات اللي بتشارك فيها؟ هو صراحه يعني ده حاطينه في عد اعتبار سنين، 3 4 سنين فاتوا، نعم، او 5 سنين فاتوا. طبعا احنا شغالين قبل كده هو كمان، بس ركزنا في ان احنا نقدر نعمل فرقه 16 اللي هي بتخش بطوله المرتبط مع الدرجه الاولى، فرقه قويه من الاول، عملنا حسابها من 12 سنه. نعم. من سن تحت 12 سنه يعني. فطبعا دول بقى بتيجي لين ورا بعض قدروا يكسبوا المرتبط سنتين متواليتين وحققوا بطوله قويه جدا. كذلك كسبوا بطولات القاهره وبطولات الجمهوريه نتيجه ان هم اعدوا اعداد كويس من الاول. يعني مش وليده السنه دي، وليده السنين اللي فاتت. طبعا انا يعني سعيد جدا بالنتيجه دي، واتوقع ان هيبقى في عدد كبير يقدروا يلعبوا في درجه اولى دلوقتي ويساهموا ويحملوا اسم النادي الاهلي ويشرفونا ان شاء الله. كابتن طاهر، كان في صعوبات، يعني لسه كابتن علي بيتحدث ان في فتره من الفترات ما كانش في ملعب للفرقه انها تتمرن فيه عشان في بطولات النادي الاهلي بينظمها، ازاي قدرتوا تتغلبوا على هذه الصعوبات؟ والله يعني احنا صراحه فوجئنا ببطولات افريقيا الخمسه اللي اتعملت على ملعبنا، نعم، وكانت الضحيه الاولى هي كره السله، على اساس ان الملعب بتاعنا كان استعمل للطايره والهاندبول. فاخذنا شهرين صراحه، قعدنا نلف. هو طبعا في عندنا ملاعب بس هي اول دور زي مدينه نصر والشيخ زايد، بس طبعا المسافه كانت كبيره جدا، فكانت الطلبه بيبقى بتاخد من وقتهم كتير، فطبعا كانت دي مشكله. وقدرنا نتغلب عليها بان احنا جبنا ملاعب اخرى، وفي الاخر بعد اللفه الطويله دي والملاعب البعيده قدرنا نجيب مركز شباب الجزيره، بس طبعا حجوزات محدوده، واحنا عدد الفرق 9. نعم. 9 فرق على ملاعب بيديها لك لفترات محدوده، دي كانت مشكله، انما الحمد لله ده طبعا بفضل كمان المدربين واللعيبه والاداريين كمان طبعا ضحوا كتير في سبيل ان احنا تنتظم برضك العمليات التدريبيه. وانا كنت اتوقع كمان ان كانت تبقى النتائج كمان احسن من كده بكتير، وتوصل فوق 70% لو كانت المشكله دي ما كانتش موجوده. يعني يا كابتن طاهر، برضو حضرتك بتقول الضحيه كره السله، ما شاء الله انتوا بقيتوا وحش، انتوا واخدين كل البطولات، ف يعني انتوا قلبتوا الصعوبات لحافز. يعني انت المنافس عليك العتيد هو مانديه اسكندريه، يعني مع احترامي للفولي والهاندبول معظم الانديه يعني تبقى زمالك، الجيش، في القاهره، انما اسكندريه ما فيهاش يعني فولي بنفس قوه الباسكت، الهاندبول برضك ما فيش عنده فرق في اسكندريه بنفس قوه الباسكت، انما احنا عندنا بينافسنا سبورتنج وسموحه والاتحاد، ده اساسي. نعم. غير الجزيره كمان قويه هنا جدا والزمالك. نعم. خمس مستوى فرق منافسه على اعلى مستوى. قويه جدا، قويه جدا، والحمد لله، الحمد لله ان السنه دي اسكندريه طلعت ما خدتش اي بطولات، يعني ما خدتش مركز اول، انما هي طبعا خدت مركز ثاني وكانت بتنافس بقوه برضه. والجزيره اللي بينافسها القاهره بقوه هو برضك عمل نتائج مش وحشه في القاهره، وهذا دليل في بطوله الجمهوريه اسف، وده دليل على ان
نادي الجزيره ده منافس قوي جدا، كان بينافس على بطوله القاهره بقوه، بس قدرنا الحمد لله ان احنا ناخد منه ثلاث بطولات. كابتن طاهر بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده انا اللي بشكرك على يعني اهتمامك بكره السله واهتمام قناه الاهلي كره السله. لا ده لا واجبنا يا فندم. يعني معلش اود ان اشكر الكابتن علي هاشم طبعا والكابتن ماجد اداري الفريق وجهاز الطب اللي اشتغل معاهم وجهاز الاعداد، وكذلك برضك معلش اديني فرصه ان انا اتفضل يا فندم احمد الجرحي على برضك بطوله 16 والمرتبط وعمل شغل ما شاء الله قوي جدا خلال السنتين اللي فاتوا، وكذلك الدكتور وليد الخراط اشكره طبعا برضك لانه كان شغل ومجهود كبير جدا وخاصه في توفير الملاعب والحاجات الاداريه، وبرضك الاعداد والجهاز الطبي بتاعنا كلهم دكتور شريف والدكتور احمد عبد الباسط والدكتور حسن والدكتور احمد الكريم الحمد لله يعني ابو بوجه الناس ما شاء الله يعني شغل عالي جدا يا كابتن طاهر، والف الف مبروك على البطولات يا كابتن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. قبل ما اختم كابتن علي كلمه سريعه كده للسيزون اللي جاي وهتحضر له ازاي وبتوع الجمهور النادي الاهلي بيه؟ ما طبعا جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام يعني احنا بنخلص بطوله نفس البطولتين او الثلاثه اللي هنخش فيهم السنه الجايه هنشتغل وهنجتهد وهنحارب عشان نجيب الثلاث بطولات للنادي الاهلي. في لعيبه جامده طلعت الدرجه الاولى؟ في طبعا بقول لك الجيل ده مميز جدا يعني ان شاء الله باذن الله. عبد الرحمن يعني كلمه اخيره كده جمهور النادي. ان شاء الله مفيش بطوله هتخرج بره النادي الحمد لله، قلنا كده اما خلصنا 16 سنه ما خدنا الثلاث بطولات والحمد لله جبنا بطولتين بتوع ال 18 وان شاء الله السنه الجايه بنفس الكلام يعني ان شاء الله. وهتباصي؟ يوسف ان شاء الله برضو هنفضل زي كل سنه نوعد ان احنا ناخد البطولات ان شاء الله ونحاول على قد ما نقدر ان احنا بس عايزين بس ملاعب عشان مش عايزين السيزون ده يعني يبقى زي اللي فات وكده ان احنا نروح ملاعب كتير وكده عشان احنا كنا قابلنا مشاكل كتير في موضوع الملاعب ده بس بقيتوا ابطال. الحمد لله. المشاكل اللي بتصنعها الرجال طبعا. باسل يعني ان شاء الله نبقى نظهر بمستوى يليق بالنادي الاهلي وبالجمهور ويعني ان شاء الله نكسب البطولات كلها يعني مفيش بطوله تخرج من بره النادي فيعني اي سن او مرحله عمريه باذن الله. شكرا موصول لك طبعا كل الفريق باكمله فريق 18 سنه الرجال. هنطلع فاصل وهنستقبل فرقه كره السله سيدات بالنادي الاهلي ابطال الموسم الحالي. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي هتيجي.